بكم أعزائي الطلبة في درس جديد من دروس الرياضيات لطلاب الصف التاسع في مرحلة التعليم الأساسي، وهو من كتاب الهندسة بعنوان تذكرة بالمجسمات. أحبائي الطلبة، تعلمنا في دروس سابقة ووحدات سابقة الوحدات الثلاث الأولى. الوحدة الأولى النسب المثلثية لزاوية حادة، والوحدة الثانية كانت مبرهنة النسب الثلاث، ومن ثم أتينا إلى الوحدة الثالثة بعنوان الدائرة والمضلعات المنتظمة. أما اليوم سوف نبدأ في الوحدة الأخيرة وهي بعنوان مجسمات ومقاطع. أحبائي الطلبة، الدرس الأول في هذه الوحدة تذكرة بالمجسمات، سوف نبدأ في هذا الدرس. أولا أحبائي، هذه الوحدة عنوانها مجسمات ومقاطع. الدرس الأول تذكرة بالمجسمات، الدرس الثاني الكرة، والثالث مقاطع مجسمات. نبدأ بالجزء الأول منه، حجم الهرم. أحبائي، نفترض أنه لدينا مكعب A B C D E F G H، وهنا رسمنا أقطار هذا المكعب، ولمكعب ستة وجوه متساوية هي مربعات وأقطارها تتلاقى في نقطة واحدة. أولا يقول لي أثبت أن AE GC متوازي أضلاع. إذن المطلوب إثبات أن AE GC متوازي أضلاع. إذن لماذا هذا الشكل هو متوازي أضلاع الملون باللون الأحمر؟ أولا أحبائي، كما قلنا إن الشكل هو مكعب، وفي مجسم المكعب يكون الوجوه مربعات، وبما أن E A B F مربع فإن A E يساوي B E B F ويوازيه. إذن A E يساوي B F ويوازيه. وكذلك لدينا B C G F أيضا هذا الشكل هنا مربع، فيكون أيضا C G يساوي B F ويوازيه، وبالتالي أصبح لدينا E A يوازي F B و F B يوازي C G، فيكون A F أو A E و C G متساويان ومتوازيان، أصبح هذا الشكل هو متوازي أضلاع. الآن الطلب الثاني، استنتج أن O M يساوي نصف C G. إذن لدينا O M كما نرى و C G. إذن مقارنة بين O M و C G، نلاحظ أن هنا أن O M يساوي نصف C G. لماذا؟ تعالوا لنرى. أولا أحبائي، هنا نلاحظ أن النقطة O هي منتصف AC. إذن النقطة O هي منتصف AC كما نلاحظ. لماذا؟ لأن القاعدة ABCD هي مربع، وإذا كان لدينا مربع يكون قطراه متناصفان ومتساويان ومتعامدان، وبالتالي هذه النقطة O منتصف AC. ولكننا أثبتنا في الطلب الأول أن AEGC هذا الشكل هو متوازي أضلاع، وبما أن هذا الشكل متوازي أضلاع يكون قطراه متناصفان. إذن أصبح لدينا M منتصف هذه القطعة، وبالتالي في هذا المثلث الملون باللون الأزرق نلاحظ وجود قطعة مستقيمة محدودة بمنتصفي ضلعين في مثلث، فهي تساوي أو توازي الضلع الثالثة وتساوي نصف طولها. إذن أصبح OM يساوي نصف طول CG.
نأتي إلى مطلوب آخر. اكتب في فتحة بدلالة X و S. من هو X فتحة؟ أولا في فتحة، من هو في فتحة؟ هو حجم المكعب. إذا اكتب حجم المكعب بدلالة X و S، أي يجب أن يكون جواب الحجم يحوي فقط مجاهيل هي S و X. إذا عندما يقول لي احسب مقدارا بدلالة X و S، أي يمكن أن يكون الناتج يحوي مجاهيل مثل X و S فقط. هنا أحبائي في فتحة هي حجم المكعب، وحجم المكعب نعلم أن حجم المكعب هو مساحة القاعدة ضرب الارتفاع. أحبائي نفرض الارتفاع X، أي أن ارتفاع أو ضلع طول ضلع هذا المكعب هو X، وبالتالي يكون حجم مساحة القاعدة ضرب الارتفاع. أو يمكن أن نقول بما أنه مكعب أن حجم هذا المكعب، حجم هذا المكعب يساوي طول الضلع للتكعيب، وهذا يساوي X مربع بX، وأيضا X مربع هي مساحة القاعدة ASB مضروبة بالعدد X. وبالتالي حجم المكعب هو S مضروب بX. المطلوب الرابع، اشرح لماذا V يساوي 1 على 6 مضروبة بS مضروبة بX. أولا أحبائي هنا الحجم V مقصود فيه الحجم الجزء الملون باللون البرتقالي، أي حجم الهرم A B C D ورأسه M. إذن القاعدة A B C D والرأس M. إذن هذا الهرم المحدود بقاعدة المكعب ونقطة تلاقي الأقطار يطلب حساب حجم هذا الهرم. أولا أحبائي نعلم من الطلب السابق أن الارتفاع OM، أن الارتفاع OM هو X على 2. إذن حجم حجم هذا الهرم، حجم هذا الهرم أحبائي يمكن الاعتماد على فكرة أن في هذا المكعب 6 وجوه، ولكل وجه يمكن أن نصنع منه هرم، فيكون لدينا 6 أهرامات. الهرم الأول رأسه M وقاعدته A B C D، الهرم الثاني قاعدته أو رأسه M وقاعدته E F G H، وكذلك يوجد هرم هنا قاعدته F B C G ورأسه M، وهكذا يمكن الحصول على 6 أهرامات، وهذه الأهرامات بمجموعها تشكل المكعب بشكل كامل. لذلك يمكن حساب هرم واحد أو حجم هرم واحد وأن نضرب بستة فنجد حجم المكعب، ولكننا حسبنا حجم المكعب ووجدنا أن حجم المكعب هو S مضروبة بX. إذن S مضروبة بX هو حجم المكعب، وبالتالي لدينا 6 أهرامات طبوقة في الحجم وفي الشكل، هي أحدها هو A B C D M، وبالتالي نقول أن حجم هذا الهرم يساوي حجم المكعب مقسوما على 6. وهنا يمكن أن نكتب S مضروبة بX على 6 تساوي 1 على 6 ضرب S ضرب X. المطلوب الخامس، أحبائي هنا يقول لي جد العدد K، جد العدد K الذي يحقق هذه العلاقة. إذا يوجد لدينا علاقة، مطلوب أن نجد العدد K الذي يحقق هذه العلاقة. إذا V يدل على حجم الهرم، وS مساحة القاعدة، وH هو الارتفاع.
أولا نعلم من طلب سابق أن OM يساوي نصف CG، إذن OM يساوي نصف CG، وبالتالي ارتفاع الهرم، هنا ارتفاع الهرم هو X على 2. من العلاقة إذن ارتفاع الهرم، نلاحظ هنا أن ارتفاع الهرم يساوي 2 أو H يساوي X على 2، وبالتالي X يساوي 2H. وبالتعويض في العلاقة المعطاة سابقا V يساوي 1 على 6 S بX، يمكن أن نضع مكان X 2H، فنجد أن الناتج هو 1 على 6 S مضروبة ب 2H. إذا أصبحت لدينا العلاقة V حجم الهرم يساوي 1 على 6 بمساحة القاعدة ب 2H، وهنا يمكن الاختصار، اختصار 2 من الوسط مع 6 من المقام، فنجد أن الناتج هو 1 على 3 مضروبة ب S مضروبة ب H. وبالتالي هنا نكون قد حصلنا على علاقة هي حجم الهرم، ولكن نكون بهذا قد استنتجنا حجم الهرم من حالة خاصة هي حالة المكعب، وبالتالي يكون هذا الهرم هو هرم منتظم لأن قاعدته مضلع منتظم وارتفاعه يمر من المركز والرأس. أحبائي هنا يمكن استعمال هذه القاعدة في حل التمارين بحالة العامة، أي نقول أن حجم الهرم هو ثلث مساحة القاعدة مضروبة بارتفاع هذا الهرم، ويمكن التعميم أيضا على حجم المخروط، أي أن حجم المخروط أيضا هو ثلث مساحة القاعدة مضروبة بالارتفاع. نأتي أو نعود إلى الانطلاقة النشطة. في بداية الوحدة كما تعودنا أعزائي الطلبة، كما كل وحدة يوجد انطلاقة نشطة تكون أو تحوي بعض المفردات الهامة أو المتكزات المعرفية التي من خلالها يمكن أن يتذكر الطالب الأشياء الأساسية أو يستنتج أشياء بسيطة يمكن أن نستعملها في حل التمارين أو إثبات الخواص أو النشاط. في هذا النشاط أحبائي الطلبة يوجد تذكرة في بعض المفاهيم الأساسية التي تناولناها في الصف الثامن حول المجسمات وخصوصا المكعب والهرم والمخروط. نبدأ بالانطلاقة النشطة. في كل مما يأتي يوجد إجابة واحدة فقط من بين إجابات ثلاث. المطلوب الأول لدينا عنوان هذا الجزء من الطلب هرم. لاحظ هنا، إذن يمكن أن نقول أن هذا السؤال يتمحور حول حجم الهرم. إذن في الخط العريض يكون لدي فكرة عن هذا الطلب. أولا لدينا هرم ارتفاعه H ومساحة قاعدته S، إذن ارتفاعه H ومساحة القاعدة هي S، والمطلوب الآن هل حجم هذا الهرم هو ثلث المساحة مضروبة بالارتفاع أو B على 3 S H أو هي S مضروبة ب H. كما نعلم هنا أن الثالثة هي قاعدة حجم المكعب، أما الأولى هي القاعدة التي استنتجناها منذ قليل، أي أن هذا الهرم حجمه ثلث مساحة القاعدة مضروبة بالارتفاع. نأتي إلى المطلوب الثاني. هنا يوجد حجم مخروط، أي لون حجم مخروط باللون العريض، فالمقصود هنا أن هذا المطلوب أو هذا الطلب يتمحور حول حجم المخروط. إذا لدينا مخروط ارتفاعه H ونصف قطر قاعدته R، يكون حجم هذا المخروط إما B على 3 RH أو BR مربع H أو B على 3 R مربع H. كما تعلمنا منذ قليل
أن حجم المخروط هو أيضا V يساوي ثلث مساحة القاعدة مضروبة في الارتفاع. ولكن يا أحبائي الطلبة، نعلم أن مساحة القاعدة هي دائرة هنا، فيكون مساحتها BR مربع مضروبة في الارتفاع. أي نلاحظ هنا أن هذا الناتج يكافئ الإجابة الثالثة، وبالتالي الإجابة الثالثة هي الإجابة الصحيحة. نأتي إلى المطلوب الثالث. عنوان هذا المطلوب هنا تعرف وجهين متوازيين. نفترض أنه لدينا الشكل الآتي، وهو A B C D E F G H، وهذا الشكل هو متوازي مستطيلات. الوجه الموازي للوجه E F G H، إذا الوجه الموازي للوجه E F G H، نحدد هذا الوجه على الشكل E F G H، إذا هو الوجه الملون باللون الأزرق. هذا الوجه ماذا يوازي؟ إما الوجه C D E C D H G، إذا C D H G C D H G، وهذا الوجه نلاحظ أنه معامل للوجه المطلوب، وأيضا B C G F، إذا B C G F، وهذا الوجه أيضا هو معامل ونلاحظ أنه قاطع له. أما في الحالة الثالثة A B C D، أي يقول لي الوجه A B C D، وهنا نلاحظ أن هذا موازي، وهنا أن يكون كل وجهين متوازيين. نأتي إلى طلب رابع. تعرف وجه يوازي حرف. إذا الهدف هنا أن نتعرف على كيفية إثبات أو كيفية تعرف وجه يوازي حرف. أولا لدينا متوازي مستطيلات كالطلب السابق، والحرف HD، إذا الحرف HD، حرف HD، هذا الحرف HD كما نلاحظ يوازي وجه، قول لي أولا EFGH، إذا E، إذا أول مطلوب أو أول خيار E F G H. نلاحظ هنا أن E F G H هو الوجه العلوي، وهذا قاطع له فلا يوازيه. وأيضا في المطلوب الثاني A B C D، إذا A B C D هنا نلاحظ أنه قاطع أيضا. نأتي إلى الخيار الثالث، وهنا نلاحظ أن الخيار الثالث A B F E، إذا A B F E، نلون هذا الخيار A هنا A B F E، نلاحظ أن هذا مستقيم يوازي الوجه A B F E، أي أن الخيار الثالث هو الصحيح. نأتي إلى الطلب الخامس، تمايز مفردات. الهرم المنتظم الذي رأسه S وأحد رؤوس قاعدته A هو الهرم الذي ارتفاعه هو الحرف SA، إذا هذا الخيار نلاحظ أنه خاطئ، فنعلم أن في الهرم المنتظم القاعدة هي مضلع منتظم. فإذا كان مثلا لدينا هرم ثلاثي رأسه S وأحد أضلاع القاعدة أو أحد رؤوس القاعدة هو A والثاني B C، هنا يكون الارتفاع ليس S A وإنما من مركز القاعدة. إذا في حالة القاعدة مضلع منتظم، نلاحظ أن الخيار الثاني هو الصحيح. إذا كانت القاعدة مضلع منتظم،
مركزه A وارتفاع الهرم هو SO، عندئذ يكون هذا الارتفاع هو، إذا ارتفاع الهرم يصل بين مركز المضلع المنتظم والرأس. إذا كان هذا المستقيم الذي يصل بين O و S قائما يكون المضلع منتظم، أي عندما يكون المضلع منتظم يجب أن يكون الارتفاع هو المستقيم الواصل مركز القاعدة المنتظم. أما في الحالة الثالثة فهي خاطئة أيضا، أطوال أضلاع قاعدته متساوية، فهنا يمكن أن يكون فالأضلاع متساوية ولكنه ليس مضلع منتظم. فمن تعريف الهرم المنتظم أن يكون الهرم المنتظم أن تكون قاعدته هي مضلع منتظم. نأتي إلى الطلب السادس. لدينا هرم منتظم ارتفاعه 12 وقاعدته مربع طول ضلعه 8. حجم هذا الهرم، إذا ماذا يساوي حجم هذا الهرم؟ إما 256 أو 220 أو 1232، ولكن أحبائي هنا تعلم أن حجم الهرم يساوي، إذا حجم الهرم يساوي ثلث مساحة القاعدة مضروبة في الارتفاع، ولكن هنا لدينا من معطيات المسألة أن الارتفاع 12 والقاعدة 8، إذا نعوض، ولكن هنا يمكن اختصار 12 على 3 فنجد الناتج هو 4، وهنا مساحة القاعدة هي 8 مربع، لأن مساحة القاعدة هي الطول الضلع للتربيع، فنجد أن الناتج هو 8 مربع مضروبة بأربعة، وهذا يساوي 64 مضروبة بأربعة، وهنا يمكن أن لا نجد الناتج، فقط أن نقول 4 مضروبة بأربعة يساوي 6، وبالتالي الأحاد هو 6، أي أن الخيار الأول هو الخيار الصحيح. الطلب 7. لدينا مخروط دوراني ارتفاعه 24 سنتيمتر ومساحة القاعدة 32 سنتيمتر مربع. حجم هذا الهرم يساوي إما 256، 220 أو 1232. فأحبائي الطلبة، بنفس طريقة الطلب السابق نعلم أن حجم المخروط يساوي، إذا حجم المخروط يساوي V يساوي ثلث مساحة القاعدة في الارتفاع، أي أن مساحة القاعدة هنا هي 32 والارتفاع هو 24، وبالضرب نجد أن هذا الناتج يساوي أيضا 256. نأتي إلى الطلب الثامن. إذا كبرنا العدد 1.6، إذا كبرنا العدد 1.6 بنسبة 5 على 4 فنحصل على، عندما تكبير هذا العدد نضرب العدد ب 5 على 4 فنجد أن الناتج هو 2. المطلوب التاسع، استعمال مبرهنة فيثاغورس في متوازي المستطيلات المرسوم جانبا المثلث ABC الملون بالأحمر، المثلث ملون بالأحمر قائم الزاوية في A، وهنا BC يساوي 29 و AC يساوي 20. المطلوب حساب AB، إذا المطلوب حساب AB. لحساب AB نعلم أحبائي الطلبة من مبرهنة فيثاغورس أن مربع الوتر BC يساوي مربع الضلع الأول BA زائد مربع الضلع الثاني AC، وبالتالي هنا يمكن أن نقول أن الناتج يساوي 29 مربع ناقص 20 مربع، وهذا يساوي
العدد 441، أي جذر هذا العدد هو 21، أي أن الناتج أنه هو الخيار الثاني. حساب طول محيط دائرة. أحبائي، هنا لدينا دائرة طول قطرها 7 سنتيمتر، عندئذ يكون طول المحيط إما 7b أو 3.5b أو 12.25b. أحبائي، هنا لدينا القطر، وبالتالي نحتاج إلى حساب نصف القطر، فيكون r على 2 أي 7/2 مضروبة ب 2b، فيكون الناتج هو 7b. وبهذا نكون قد انتهينا من درس تذكرة في المجسمات في كتاب الهندسة الوحدة الرابعة من مادة الرياضيات لطلاب الصف التاسع في مرحلة التعليم الأساسي. أحبائي الطلبة، أتمنى أن تكون قد تحققت الفائدة المرجوة من هذا الدرس، وأشكركم على حسن المتابعة، مع الأمل أن نلتقي مجددا.